على قد ما كان عبد الحليم حافظ رمز للرومانسية والوداعة في أغانيه، إلا أنه ما كانش سهل أبداً، وكان ليه أزمات مع بعض النجوم لأنه كان دايماً عاوز يحافظ على القمة، وخصوصاً أنه بدأ رحلته وسط عمالقة الفن في الوطن العربي. بداية الأزمات كانت بين العندليب وأم كلثوم. وقتها قال بصوت عالي بعد حفله مع أم كلثوم، معرفش هو ده شرف ولا مقلب. وبعدها عبد الناصر كان ليه موقف صعب جداً معاه كمان، وهو بيغني قصيدة قارئة الفنجان كشف عن فنانة كبيرة كان السبب صافرات الجماهير في الحفلة. يا ترى ايه اللي حصل بين عبد الحليم وام كلثوم، ومين الفنانة الكبيرة اللي حاولت تبوظ حفلته، ومين تاني كان ليه أزمات مع العندليب؟ تعالوا معنا نعرف ايه الحكاية. العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وتفاصيل حول خصامه لأشهر نجوم زمانه: كوكب الشرق، فريد الأطرش، نجاة، ووردة. أثناء الاحتفال بذكرى ثورة يوليو 1964، كان من المفترض أن تبدأ أم كلثوم بالغناء ثم يختتم الحفل عبد الحليم حافظ، إلى أن السيدة أم كلثوم تأخرت فبدأ الجمهور في الذهاب من الحفل، مما أغضب عبد الحليم حافظ. وصرح عبد الحليم حافظ قائلا، طبعا منتهى الجرأة، أن واحد يغني بعد أم كلثوم أو يختم حفلة غنت فيها أم كلثوم، وخصوصا بعد ما غنت اللحن العظيم أنت عمري. أنا معرفش الأستاذ عبد الوهاب والست أم كلثوم أصروا إن أنا أختم الحفلة، ده شرف كبير، بس أنا معرفش هو شرف ولا مقلب. وفي تصريحه هذا اتهاما لكل من عبد الوهاب وأم كلثوم. غضبت أم كلثوم من تصريح العندليب وأبلغت عبد الوهاب بذلك، فاتصل بالعندليب وطلب منه أن يعتذر من أم كلثوم، محذرا عبد الحليم من اندلاع حرب بينهم، إلى أنه رفض الاعتذار وأصر على موقفه. كما قيل أن المشير عبد الحكيم عامر طلب منه الاعتذار فرفض، وصدر قرار بمنع إذاعة أغاني العندليب في الإذاعة. لكنه بعد ذلك ذهب إلى منزلها في الزمالك وقدم إليها اعتذارا، ورغم أنها كانت غاضبة وقالت له أن الذي فعله لم يكن لائقا، خاصة أنه كان أمام الكاميرات، إلى أن الأمور بينهم هدأت. ويقال أنه تم منع عبد الحليم حافظ من الغناء في حفلات الثورة لمدة 3 أعوام حتى عام 1970، حتى اجتمع في منزل رئيس السادات احتفالا بخطبة ابنته، وكان لدى السادات رغبة للمصالحة بينهما، وقام عبد الحليم بتقبيل يدها أمام الجميع، وتم الصلح بينهما بعد خصام استمر لمدة 5 سنوات. أثناء حفلة عبد الحليم حافظ التي كان يغني بها قارئة الفنجان، كان الجمهور يطلق صفيرا بطريقة مزعجة، فقام عبد الحليم باتهام وردة بأنها تحاول تخريب الحفل، ولكن وردة نفت هذا الأمر بشكل قاطع في العديد من لقاءاتها. كما أن العلاقة التي كانت تجمع وردة وعبد الحليم حافظ كان يسودها الود، حيث عند عودة وردة إلى مصر عام 1972 بعد فترة من توقفها عن الغناء، رحب بها عبد الحليم وشجعها وقال لها وحشتي مصر، ثم قدمها للجمهور في حفلها الأول. أما الخلاف الواضح بينهما وفقا لما قالته وردة في أحد تصريحاتها، عندما جاء عبد الحليم حافظ لزيارتها بمنزلها بعد إصدارها أغنية ولاد الحلال، وكانت منتظرة تهنئة من عبد الحليم، لكنها تعرضت لخيبة أمل حيث انتقدها ولم يبارك لها، ولكن الخلاف بينهم انتهى سريعا كما روت وردة. أما الخلاف بين عبد الحليم حافظ ونجاة كان بسبب أغنية لا تكذبي التي كتبها الشاعر كمال الشناوي ولحنها عبد الوهاب، وقامت نجاة بغناء هذه القصيدة في فيلم الشموع السوداء، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا. وبعد نجاح الأغنية وشهرتها على نطاق واسع، قام عبد الحليم بغنائها في حفل عام، مما أدى إلى غضب نجاة، واعتبرت هذا الأمر تعدي على حقوقها، ولكن الخلاف لم يتطور بينهم، وظلت الأغنية عالقة في أذان الجمهور بصوت نجاة. ويقال أن عبد الوهاب قام بلحن مختلف لنفس القصيدة كي يغنيها عبد الحليم. كانت هناك علاقة صداقة قوية تجمع بين عبد الحليم وفريد الأطرش، إلى أن ليلة شم النسيم عام 1970 كان السبب الخلاف بينهما، حيث كان فريد قد غادر مصر وذهب إلى لبنان عام 1966، وكان هو من يحيي حفلة شم النسيم لمدة 25 عام، وكان من المقرر أن يقوم عبد الحليم حافظ بإحيائها هذا العام، إلى أن فريد عاد إلى مصر ليحيي الحفلة كما هو معتاد. اعتبر عبد الحليم أن إحياء حفلات شم النسيم بدلا من فريد الأطرش أثناء فترة غيابه هو حقه الطبيعي، بينما رأى فريد أنها حفلته
التي احتكرها لمدة 25 عام، وأصر كل منهما على الغناء في نفس الليلة. لعبت الصحافة دورا في تعظيم الصراع بينهما، حيث انقسم الجمهور إلى قسمين بين مشجعين لعبد الحليم حافظ والفريد، وتم حل أول مشكلة المتعلقة بالمكان. قام فريد بحجز قصر النيل، وعبد الحليم قام بحجز سينما ريفولو. وكانت المشكلة الثانية متمثلة في الموسيقيين، وتم حلها أيضا، حيث اختارت الفرقة الماسية أن ترافق عبد الحليم حافظ، واختارت الفرقة الذهبية مرافقة فريد الأطرش. بينما المشكلة الكبرى كانت متمثلة في أي من الحفلتين التي سيتم إذاعتها على الهواء، سواء في التلفزيون أو الراديو. تدخل إعلامي جلال معوض لحل هذه المشكلة من خلال تقديم إذاعة صوت العرب لحفل فريد الأطرش على أن تقدم إذاعة الشرق الأوسط حفل عبد الحليم حافظ، وأن يقوم التلفزيون بتصوير الحفلتين بشرط ألا يتم إذاعة أي منهما على الهواء مباشرة. أما من نجح في فض الخلاف بينهم هو الإعلامي اللبناني عادل مالك، وذلك بعد أن جمعهم في برنامجه الشهير سجل مفتوح. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسس الثقافة ومعلومة. تابعونا